يجلسون على مفترق الطريق بانتظار حافلة تقلهم إلى إحدى المزارع في مستوطنات يهودية في غور الأردن بالضفة الغربية. شبان وأطفال فلسطينيون دفعتهم الفاقة والظروف الاقتصادية الصعبة إلى الانخراط بالعمل في المستوطنات. بشتغل في مشرف تومر لأني من أسرة فقيرة فلسطينية عشان أساعد المجتمع. بأخذ من 50 إلى 60 شيكل لأني صغير. يعمل الفلسطينيون هنا في جمع وتعبئة التمور ويقضون ساعات طويلة في العمل. رب الأسرة لما بيكون عنده 10 انفار وبيشتغل في المستعمرات الإسرائيلية ب60 شيكل 70 شيكل، حاليا يعني عدلوا الأجرة ل 75 شيكل في اليوم، وعندك 3 4 5 أيام عطلة في الشهر، يعني بحقل على 1500 شيكل 1700 شيكل. هذا الشيء لا يكفي أسرة مكونة من 10 أطفال من كسوة ومن دكاترة ومن حكمة ومن إشي. بيانات السلطة الفلسطينية تشير إلى أن 25,000 فلسطيني يعملون حاليا في أنشطة مختلفة يملكها إسرائيليون في الضفة الغربية، لكن منظمات العمل الفلسطينية تقول إن عدد العاملين مرشح للارتفاع. إنه في هناك بشكل دائم تقريبا بين 3 إلى 4 آلاف عامل فلسطيني. هذا الرقم بتضاعف في موسمين، في موسم قطف التمور وموسم قطف العنب. التمور عدة عمليات في إلها، ممكن يتضاعف ل10 آلاف. هذا العمال من وين بيجوا؟ بيجوا من قرى شفا الأغوار. وتشتهر منطقة غور الأردن التي يقطنها نحو 80,000 فلسطيني إلى جانب 7,000 مستوطن يهودي بزراعة واحد من أفضل أنواع التمور وأغلاها في العالم، وهو تمر المجول.